نحن نعلم جيدا اليوم المكون السني يمثل رئاسة مجلس النواب، وحتى الجمهورية الإسلامية عندما جاءت وزارة العراق برئيسها المنتخب تعاملت مع المكون السني بما يتمثل في داخل رئاسة المجلس. نعم. وإن كان سيد محسن المندلاوي مكلف إداريا ومكلف إداريا واجب الحضور. نعم. كممثل عن رئيس مجلس النواب، لكن كانت هناك المكونات السياسية برؤسائها وفواعلها السياسية، وهذا يدل على أن الجمهورية الإسلامية تتعامل مع المكون السني بالعراق كشريك أصيل لا تابع ومتبوع كما يفعل البعض من الدول الخارجية. نعم. وهذه رؤية يعني ناضجة يعني فيها الحقيقة. لذلك اليوم نحن نريد كقوة سياسية أن تتكامل أركان العملية السياسية، وأن يعود ركن أساسي المتمثل برئاسة مجلس النواب، وهذا الركن يجب أن لا تدخل وساطة رئيس الوزراء، كون رئيس الوزراء هو جزء ممثل وله نسبة تنفيذ داخل الإطار التنسيقي. لذلك من يعمل وعلى عملية توحيد الرؤى هو الإطار التنسيقي اللي هو نواة تشكيل ائتلاف إدارة الدولة. لذلك يجب أن نبعد حتى رئيس الوزراء عن عملية الدخول بوساطة لاحق.